والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية أيضا. واللي حصل في 25 يناير و30 يناير هي امتداد لهذه الثورة الحقيقية، وزي ما عندنا زعماء معلمين في تاريخ مصر الحديث وتاريخها القديم زي محمد علي وجمال عبد الناصر، فاحنا عندنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسير على نفس الخط، واحنا شايفين ان مصر قادمة بقوة، وهي رسالة ان تكامل الثورات في مصر هي الصانعة للنهضة والتطور والحضارة الحديثة على أرضها. لكن بيرجع يقوم تاني وينتفض زي ما حصل 25 يناير و30 يناير، وهيوصل البنى ويوصل الحضارة ويوصل التقدم وهيبهر العالم مرة تانية. رقم صفر، المربع رقم صفر، معناها ان نعود مره اخرى
ما كان عليه ايام مبارك وايام مرسي وايام الايام اللي غارت ان شاء الله لا تعود.